أعلن نادي تشيلسي أن إصابة مهاجمه بيدرو رودريغيز أخطر مما كان متوقع، وذكر بطل الدوري الإنجليزي في بيان مقتضب أن المهاجم الإسباني تعرض لعدة كسور، وذلك بعد الاحتكاك مع حارس مرمى أرسنال ديفيد أوسبينا خلال مباراة ودية جمعت الفريقين. وأضاف النادي أن بيدرو قد يعود إلى التدريبات خلال 10 أيام، ولكن باستخدام قناع لحماية الوجه. خلال وجوده في معسكره التدريبي في ميامي بولاية فلوريدا، قام فريق باريس سان جيرمان بزيارة لأكاديمية النادي في ميامي، وتفقد عدد من اللاعبين برامج الفريق التدريبية والدورات المخصصة للارتقاء بكرة القدم في صفوف اللاعبين الصغار في النادي الباريسي. محمد مختاري والتفاصيل في التقرير التالي. لم يفوت اللاعبون والمشرفون على نادي العاصمة الفرنسية باريس فرصة وجودهم في ميامي بولاية فلوريدا في معسكرهم التدريبي لزيارة أشبال أكاديمية النادي في مدينة ميامي. يتقدمهم مدرب الفريق أوناي أمري. قام عدد من اللاعبين بتفقد ما يقوم به هؤلاء الشباب الصغار في أكبر أكاديمية للنادي في الولايات المتحدة. نحن سعداء بوجود فريق يعمل بشكل جيد ومنظم مع مشرفين ومدربين مهنيين وخبراء في الكرة. الجميع في هذه الأكاديمية يعمل ويتدرب بحماسة وتفاني. هناك تحفيز وإقبال كبيرين على كرة القدم من طرف هؤلاء الصغار الذين يتدربون داخل مؤسسة منظمة. إنه أمر رائع أن نسجلهم كل عام في هذه الأكاديمية. بالإضافة إلى التدريبات في الميدان، تقام بشكل دوري داخل الأكاديمية دورات تدريبية لجميع المدربين الذين يشرفون على أكاديميات البي اس جي المختلفة في الولايات المتحدة وكندا. جميع المدربين لهم كفاءة عالية في التدريب، وهم في أغلبهم لاعبون سابقون مثلي. في هذه المهمة نريد أن نقدم لهؤلاء المدربين الجدد واللاعبين الصغار تجربتنا وإعطائهم القيم الصحيحة للعبة لكرة القدم، وكيف يتم التواصل والاستمرار في العمل للوصول إلى الأفضل. نريد أن نصنع منهم رجالا يستفيدون من هذه التجربة في حياتهم. اختتم فريق باريس سان جيرمان أكابر زيارة الأساغر في أكاديمية ميامي بحفل التقى فيه الجميع على ألوان الفريق، حيث احتفظ بعض من هؤلاء بذكريات بصور وتوقيعات نجوم فريقهم. الفريق الذي لا يزال لاعبوه يواصلون معسكرهم التدريبي في جامعة باري في ميامي قبل مغادرتهم يوم الأربعاء القادم بعد مباراة الفريق 3rd and final في دورة كأس الأبطال الدولية أمام الفريق الإيطالي يوفنتوس. محمد مختاري، بي إن سبورتس، ميامي، فلوريدا.